وصلنا وياكم مشاهدينا الى فقره التغذيه، واليوم موضوعنا في التغذيه موضوع مهم ويلامس الجميع ويهم الجميع. موضوعنا ارتباط الاكل ونوعيه الاكل مع الحاله النفسيه. طبعا كثير ناس يقولون ان احنا لما نضيق خلقنا ما ناكل، او العكس لما يضيق خلقنا نجابل الاكل، نميل لاكلات معينه، نحاول نعدل نفسيتنا عن طريق الاكل. كل هذه الامور راح تشرح لنا اياها الدكتوره امل الانصاري، العضو الدولي في هيئه الغذاء البيولوجي في المانيا وعضو مجلس اداره الطب البديل، اللي راح تكلمنا اليوم عن التغذيه وتاثيرها على الحاله النفسيه، وايضا تاثير الحاله النفسيه على التغذيه. صباح الخير دكتوره. صباح الورد، صباح الهنا، صباح السعاده، وصباح الراحه النفسيه. وراح نقول حق المشاهد شلون طريقة الحصول على الراحة النفسية وعلى الابتسامة الدائمة. معناته أنه فعلا في ارتباط بين الأكل والحالة النفسية. قولي لنا عنها. طبعا احنا اليوم راح نتكلم عن السيكولوجية الغذائية. نعم. طبعا السيكولوجية الغذائية هي العلاقة بين الطعام وبين الحالة النفسية المزاجية الصحية. نعم. حتى العاطفية. طبعا تناول نظام خاطئ طبعا يأثر، لازم أي شكل من الأشكال لازم ينتج هناك نموذج خاطئ لإنشاء مواد كيميائية عصبية هي اللي قاعد تتحكم بالإنسان، سواء في النوم، باليقظة، بالحركة، بالراحة النفسية، بالاكتئاب، بالفرح، بالسعادة. نعم. طبعا هذه هي السيكولوجية الغذائية. والتوعية، الإنسان لما يحصل له توعية في طريقة تناول الأغذية اللي تساعد على التهدئة، على طبعا احنا نعرف ان كثير الله سبحانه وتعالى نوع في الكثير من الأغذية، نلاقي أغذية تشفي، أغذية تفرح، أغذية تهدي، أغذية تنوم، تعالج، أغذية تشفي، مثل ما قلنا أغذية تشفي. فإذا الله سبحانه وتعالى نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى نوع لنا في هذه في الكم الكبير من الأغذية، ونلاقي تشكل يعني الألوان مختلفة، العناصر الغذائية اللي داخل هذه الأغذية مختلفة. نعم. كل واحد له سبحان الله كيميائية خاصة داخل جسم بالتأكيد الإنسان. طيب دكتورة خلينا نفرز، نقول شنو الأغذية اللي تناسب المزاج معين أو حالة نفسية معينة من الموجود عندنا هنا. طبعا هذا يعتمد، طبعا هو الموضوع مثلا ما اقدر اقول مثلا ان انا الحين تعبانه ابي والله ابي ارتاح اروح اخذ لي بابونج اسوي لي شاي بابونج وخلص واحس براحه وخلص انام وارتاح، ولكن لا، هناك كيميائيات عصبيه اللي يتحكم فيها النظام الغذائي مال الانسان اللي يولد من خلاله تولد المرسلات العصبيه او الكيميائيات العصبيه في جسم الإنسان. نعم. طبعا هناك يعني حتى لو قلت مثلا إن أنا الحين وايد مهم في كل حلقة وراح أقول إني أنا ما أبي أعالج المشكلة في وقتها. أبي أعالج المشكلة من الأساس من الجذر. يعني أنا مثلا أبي أكون عندي، أبي جسمي يحتفظ بكل العناصر الغذائية اللي تكون لي الكيميائيات العصبية. الكيميائيات العصبية تتكون من فيتامينات باء، تتكون من المغنيسيوم، تتكون مثل عندنا السيروتونين هو أعظم مهدئ. نعم. وحتى في حبوب، يعني حبوب للأمراض النفسية تشابه مادة السيروتونين الموجودة بالمخ واللي تساعد على التهدئة. وين موجود السيروتونين؟ طبعا هناك أول شيء حتى لو أنا خذيتها، هناك أول شيء نتكلم عن الضحايا، الضحايا الأمراض اللي ممكن تطلع، الأمراض النفسية، مثل نقدر نقول على عجالة المرأة اللي تأخذ حبوب منع الحمل. نعم. الرجل اللي يأخذ أو المرأة اللي تأخذ حبوب الضغط، حبوب السكر، كل هذه تستنفذ العناصر الغذائية اللي موجودة في جسمه، وبالتالي يحصل خلل في تكوين الكيميائيات العصبية مثل السيروتونين، الدوبامين، النوربينفرين إلى آخره، الأسيتايل كولين، وهذه كلها مواد لازم يعني إن إحنا نحافظ عليها علشان الكيميائيات العصبية. أكيد. ويعطينا التهدئة أو مثل ما نقول رفع الحالة المعنوية. نعم. والحالة المزاجية. نعم. خلينا نتعرف على الأطعمة وشنو اللي قاعد تعالج فيه نفسيا. أي أول شيء أقول لهم فيتامينات باء رقم واحد. نعم. فيتامينات باء هي يمكن تعتبر من أهم الفيتامينات اللي المفروض الإنسان يحافظ عليها
يعني بشكل يومي. عندنا المدخنين مثلا، مثل ما قلنا حبوب منع الحمل، كل هذه تتلف فيتامينات باء. نعم. إذن الإنسان المفروض يكون ذكي ويفتح على الأغذية اللي تحتوي على فيتامينات باء وياخذها. مثل فيتامين، أول شيء عندنا فيتامين بي 1، هو يعني أنا أسميه الفيتامين الأخلاقي، لأن نقصه ممكن يسوي يعني عصبية، يسوي توتر، يسوي تدمير أعصاب، يسوي لا مبالاة عند الإنسان، وبالتالي يحصل خلي يزيدون الجرعة فيها. هذا طلعت الأغذية متعلقة بالأخلاق بعد، مو بس بالعصبية. طبعاً. وأنا يعني ألوم على بعض الأطباء، يعني اسمحوا لي ما يخالف، يعني الله يجزيكم الخير، ولكن أنا علشان الفقرة صغيرة بس أبي يعني أركزها شوية. فضلي. أقول حق الأطباء، يعني الأطباء الأمراض النفسية أو حتى الدكاترة العاديين، لما يجيكم شخص مريض وكذا، يعني على طول يعطونا الحبة يعني حبوب مهدئة، يسووا له، ممكن يسووا له الحديد، الكالسيوم كذا، ولكن هناك في فيتامينات مجهولة ما عندنا بالكويت مثلا أو بالوطن العربي، الـ يعني شو أقول لك، المختبرات اللي تكشف عن نقص فيتامين بي 6، فيتامين بي 2، فيتامين بي 1. تلاقين الدكتور ممكن يعطي بي 1 بي 6 بي 12 بس، ولكن لازم تصير مجموعه فيتامينات باء متكامله. نعم. اقول حق الطبيب لازم تعطي مجموعه فيتامينات كامله، واقول حق كل انسان اخذ ادويه لنفسيه، يعني اللي يتعالجون بالطب النفسي، لا تاخذ الدواء، اطلب من الدكتور مع الدواء هذا انك انت تاخذ فيتامين بي، تسوي بي كومبلكس المتكامل، لانها تتناغم مع بعض وتتداخل مع بعض وتؤدي غرض وايد مهم للجهاز العصبي. نعم. اقول حق المراه اللي تاخذ حبوب منع الحمل، رجاء لا تاخذين حبوب منع الحمل الا لما تاخذين وياها فيتامين بي كومبلكس، تسوين تحليل للكالسيوم، للمغنيسيوم، للبوتاسيوم، وتاكدين من عدم نقص العناصر الغذائيه اللي موجوده في جسمك، وبالتالي ممكن. طبعا كل هذا لتحسين المزاج والحاله. نعم. النفسيه. طبعا انا انصح يعني هني في بعض الأغذية احنا حطيناها. نعم. انا انصح يعني اللي ياخذون الأدوية ان ياخذونها بشكل يومي، او يدخلونها ضمن نظامهم الغذائي. نعم. وبالتالي ما نستغني بعد استشارة الطبيب عن الفيتامين بي كومبلكس وعن حبة المعادن اذا كان هناك في قصور في المعادن الموجودة بس بالجسم، عشان ما يدركنا الوقت. نعم. دكتورة، احنا عندنا هني غذاء معروف، يمكن في مصر معروف اكثر من الكويت، اللي هو البليلة، اللي هو طبعا الحليب مع القمح. طبعا هذا يعني غذاء متكامل يحتوي على مجموعة فيتامينات باء وعلى المعادن بشكل كامل. نعم. هذه تعطي التهدئة وتعطي الراحة النفسية. ممتاز. طبعا عندنا هني الغذاء اللي كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التلبينة. التلبينة غذاء الشعير طبعا. نعم. في ناس يطحنونه بس أنا أحبه مجروش، ونسوي مجروش. نعم. كنا أنا أحسبه لي هريس. لا مو يشبه هريس. نعم. إذا كان مطحون يعني غير. بس أنا أحبه مجروش عشان الألياف تساعد على، ممكن أحط عليه، بس أنا أنصح يعني لما تسوونه تحطون عليه من عسل. نعم. تحطون عليه من العسل الطبيعي ويخلط، وبالتالي إن شاء الله عليكم بالعافية. اللي ما معاهم السكر، اللي نعم. ما معاهم مرض السكر. نعم. طبعا هني عندنا البازاليا تحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن، يعني يا ريت المخرج يحط عليه. عندنا الموز اللي هو غذاء العباقرة والفلاسفة، عندنا الحبوب المستنبتة اللي احنا ابدا ابدا ما نقدر نستغني عنها لعلاج اي مرض، او يعني حتى للحصول على الراحة النفسية. طبعا اقول ان هني في معدن وايد مهم دائما احرصوا عليه، اللي هو السيلينيوم. السيلينيوم هذا من اثمن المعادن، اللي يجعل الانسان على طول يعني الابتسامه موجوده على وجهه، يطلع الصبح وايد يعني. اعطينا وين موجود هذا علشان ناكله. السيلينيوم موجود في الديك الرومي، لحم الديك الرومي، موجود في المكسرات، هذه هي المكسرات. حلو. وانا انصح يعني لما تسوون البليله لا تخلونها بس القمح والحليب، لا ضيفوا عليها من المكسرات، اللوز، الجوز، الكشمش الاصفر، الكشمش الاسود، بذور عباد الشمس. ممكن نحط عليها مجموعه من المكسرات
مكسرات وبالتالي نخلطها علشان حتى تزيد القيمه الغذائيه بعد. وانتم يعني يوميا بلا يعني بلا نكثر من الشاي والقهوه من المنبهات، ممكن عندنا هني النعناع، عندنا اللافندر، عندنا عسل قصب السكر، العسل الرائع، الماده الغذائيه العجيبه اللي داخله في جميع يعني وهذا يريش الانسان. هذا زبده الفول السوداني، هذا وايد انا وين رحت زبده الفول وايد ناس يمتنعون عنه حسبالهم انه يسمن وانه مضر يعني او انه في دهون. جيد، وعلموا عيالكم على انهم ياخذون حتى لو ملعقه واحده باليوم تحطونها مع الحليب مع الكورن فليكس تحاولون تذوبونها. طبعا عندنا الافوكادو، عندنا الشمندر، عندنا البقدونس، الجزر، هذه كلها اغذيه تساعد على التهدئه. والحبوب عندنا وهذه البقوليات. ما نبي ناخذ الموضوع مثل كل الحلقات اللي الواحد يتكلم فيها عن التغذية، لازم يكون هناك في أكبر من هذا، يعني من هذا الكلام. لازم أرجوكم أي إنسان ياخذ أدوية، رجاء أرجوكم لا تأخذون أدوية بدون ما تطلبون من الدكتور إمدادكم بالعناصر الغذائية اللي تستنفذ بفعل هذه الأدوية. ورجاء اللي ياخذ أدوية نفسية، الأم، الأبو، الإنسان اللي يكون واعي ورايح الطب النفسي، رجاء اطلب من الدكتور. إذا قالك الدكتور لا أو كذا ما يخالف، بس انت قول له يا دكتور انت اعمل لي تحاليل دم، شوف اللي ناقص في جسمك واخذه. في بعض التحاليل ما تطلع مثل السيلينيوم ما يسوونه، بي 6 ما يسوونه، عرفتي شلون؟ ولكن هو يطلب من الدكتور مكملات غذائيه مأمونه ما تسبب اثر جانبي للانسان اللي. وبعدين ما تاخذونه على فكره، ما تاخذونه في نفس موعد الدواء، تاخذون الدواء وبالتالي تنتظرون 4 ساعات في الوجبه اللي بعدها وتاخذون عن هذه الفيتامينات والمعادن. لا تستهينون بالكلام اللي قاعد اقول لكم اياه، لان هناك ناس كثير عندهم مشاكل نفسيه، عصبية، توتر، الزوج يدخل البيت معصب، المرأة تداوم الصبح وهي أنا أشوفهم بالسيارة وأنا طالعة الصبح مكشرين. نعم. مكشرين كأن الابتسامة، ودش تعطينهم فلوس تقول لهم أرجوكم الله يخليكم أعطونا ابتسامة. الابتسامة ممكن تحصلون عليها بمعدن السيلينيوم، يا جماعة أرجوكم افتشوا النت على الأغذية الغنية بالسيلينيوم. نعم. علشان تكون الابتسامة على طول على وجهكم. وما أدري ليش في كل حلقة أطلع فيها بالتلفزيون أقول إن هذا المعدن سبحان الله يذكرني بالآية اللي هي تقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والله العظيم لو تشبع جسمكم من معدن السيلينيوم أول شيء هو مضاد للأكسدة ويمنع الكانسر ويمنع أمراض كثيرة، ولكن من ناحية ثانية أيضا يعطيكم البرود اللي هو برود الأعصاب اللي لو جبل ينهد يمكم تقولون قدر الله ما شاء فعل، وتطلعون وانتم مبتسمين وتسامحون. المسامحة، المصافحة، التغاضي اللي تكلمون انتم عنه، يدزون اخلاق اصلا حثنا عليها ديننا وكذلك هي من الاخلاق السامية. شكرا على وجودك فيانا اليوم الدكتورة امل الانصاري، وان شاء الله تاخذون هذه النصائح بعين الاعتبار علشان يتوافق الغذاء والمزاج الجيد. نستكمل بقية فقرات صباح الخير يا كويت.